يا اوليسيا، يعني زي ما حضرتك بتقولي دي وجهه النظر الاكثر انتشارا في الرد الفعل اللي اثرته الروايه. احنا معانا وجهه نظر تانية قبل ما نرجع للدكتور يوسف علشان نعرف يعني رايه وتعليقه. معانا الاستاذه ميري، اتفضلي. ايوه مساء الخير يا فندم. اهلا بيكي. لو سمحت كنت عايزه اشترك معاكم. اتفضلي يا ستي. طب انا عايزه اعرف بس، يعني هو المفروض ان احنا كل ما نهدى من المواضيع اللي بتصير من الحين والمسلمين نلاقي واحد زي الاستاذ الدكتور يوسف زيدان يقوم العمليه ليه؟ لا هو انا مش بدافع عن الدكتور يوسف، هو بس مفيش حاجه قامت. احنا بنتكلم على انها روايه بقالها سنتين ونص ولسه صادر رد اخر عليها. صاحب الرد موجود معانا اللي هو الدكتور نبيل باباوي. معانا خالد من القاهره، نسمع الاستاذ خالد. اتفضل يا استاذ خالد. مساء الخير. اهلا بيك. مساء النور. مساء الخير. انا قريت الروايه بتاعت عزازيل كلها، وبس انا يعني طبعا انا مسلم، طبعا بكن كل الاحترام والتقدير للديانه المسيحيه، ودي مش محتاجه انا اتكلم فيها كتير، بس انا عايز اقول حاجه صغيره جدا. المشكله في رايي انا ان اللي تعرض للقصه دي هو الدكتور يوسف زيدان وهو مسلم، وفي نظر الاخوه المسيحيين لما بيجي بيتكلم عن القساوسه بيتكلموا عنه. شايف انه ده سبب جزء يعني اضافي او عبء اضافي، يعني يزود يعني من يمكن ده كان استاذ ناجي كان سؤالي لما قال مش هو اللي يتصدر للموضوع ده، وده كان بساله علشان يعني اوجه السؤال ده لحضرتك يا دكتور. يعني شايف فعلا ان المشكله حصلت اكتر ان تناول حضرتك وحضرتك مسلم ولست مسيحيا للاحداث دي كلها هو ده يمكن اللي اثار السياق؟ اولا انا ما بناقش لا في رواياتي ولا في كتبي الاديان، انا بناقش ظواهر التدين وبتتراكم ازاي لحد ما تعمل مجتمع معقد زي اللي احنا فيه. واحنا لما بنتكلم عن التراث الاسلامي العربي الاسلامي مستقلا عن التراث المسيحي السابق عليه ما بنفهمش حاجه. ما بنقدرش نعرف ليه، لان الاشياء ما بتحصلش بين يوم وليله. مجتمعنا ده احنا ما نمناش كده صحينا الصبح لقيناه بهذا الشكل. ده لغته ومفاهيمه وكنيسته ومسجده وصراعاته، ده مسائل معقده جدا ومركبه وتاريخيه. بنرجع للتاريخ علشان نشوف كيف تطور هذه الافكار لتصبح على ما هي عليه الان. وبالتالي ان يجي حد يقول يحكم انه نستور هرطقه، طيب هو هرطقه من وجهه نظر الكنيسه مش الارثوذكسيه كلها، لان الارثوذكسيه مش حاجه واحده. طيب لما يجي مطران السريان الارثوذكسي في حلب وهو معاصر وواحد من اكبر علماء الدين في العالم يقول ان عزازيل الروايه في صف الديانه المسيحيه وانها بتطرح حلول لمشكلات كنسيه بقالها 1500 سنه وهي حلول تستحق ان نفكر فيها. لما تيجي عاصمه المسيحيه في العالم اللي هي ايطاليا والفاتيكان تترجم ليها الروايه وفي 3 شهور تبقى الاعلى مبيعا في ايطاليا في اللغه الايطاليه. اذا يبقى هي الحكايه مش دين، الناس اللي هم يعني حساسين زياده عن اللزوم موقفهم يعني غير ناضج، او هو متابعه لمواقف معينه ما تزيدش عن 4 أو 5 أشخاص كنسيه ما بيدافعوا عن وضع ما عايزين. وانا بدافع عن البلد دي عن فكرها، لان لو قعدنا احنا في مدارس الاحد نشحن الناس بالكلام اللي بنسمع فيه ده، وفي الدور ودار والاخوات والاخوه والمش عارف نشحن دول تجاه دول ما هتنفجر الدنيا. طيب خلينا نناقش في تعليق عند الدكتور نبيل نسمع. يعني نحاول رايي حقيقي، قراءه جيده للروايه هي نصره للمسيحيه وليست ضد المسيحيه. ليه؟ لاني الراهب جه في نهاية الرواية بعد نسطور ما اتنفى ابدى وجهة نظره في العقيدة بان الناسوت لم يفارق اللاهوت لحظة واحدة ولا طرفة عين. دي معناها اتحاد الناسوت واللاهوت.
وده نصرة. اذا كان المعنى اللي حضرتك بتتكلم عنه ده ليه مش نفس المعنى ده وصل للساده المتصلين كلهم تقريبا؟ من غير تعصب هقول لك حاجه اتنين، من غير تعصب انا عايزه من غير تعصب هدف الروايه حاجه واحده، هو نبذ العنف المستخدم المغلف بمقدسات دينيه، سواء هذا العنف مسيحي او اسلامي او يهودي، لان العنف ضد الديانات السماويه. طيب خلينا نشوف. لا ده مش ده النغزه اللي طب خلينا نشوف الاستاذه ناهد، انما كل واحد ما قراش دكتور وبعدين او خلينا نسمع الناس بس كمان معانا الاستاذه ناهد. انا ليه بقول الكلام دوت؟ لان انا معايا دكتوراه في الشريعه المسيحيه، وبعمل بعد شهرين دكتوراه في الشريعه المسيحيه، معايا دكتوراه في الشريعه الاسلاميه، بعمل بعد شهرين دكتوراه في الشريعه المسيحيه هيناقشها البابا شنوده والدكتور زوزوق، لان موضوعها الاحوال الشخصيه للمسيحيين في النظام القانوني. انت هترجعنا للقانون اللي احنا مستنيينه. وقاري هنا. طيب بعد اذنك بعد اذنك عشان السنه بقى لها كتير. اتفضلي يا استاذه ناهد وعذرا على الاطاله. اتفضلي. مساء الخير. مساء النور يا فندم. اتفضلي يا استاذه ناهد. ايوه يا استاذه لبنى مساء الخير عليكم. مساء النور يا فندم. اهلا بيكي. على فكرة أنا مسلمة بس محايدة جدا جدا، وليه أصدقاء